الديمقراطية التشاركية تعني لي أنه مناش باش نتنصبوا في مجلس ونقعدوا نحكيوا مع بعضنا بين الأبواب المغلقة، نحبوا نخرجوا حلولنا مع المواطن. Démocratie participative. Aujourd'hui, quand le mouatn lazmo il prend conscience, il hawa sa voix que qui va, il est en train de kifash yqoulou de yechrek wala kifash yqoulou yechrek في الديمقراطيه نتاع البلاد. C'est-à-dire sa voix ou soutou est très important. الديمقراطية التشاركية هي اللي تتمثل انه كيفاش مش ناخذوا القرارات الكلنا مع بعضنا، مواطنين ومجتمع مدني ومجلس بلدي كلهم مع بعضهم باش يصيغوا هالمشاريع والبرامج هذيك الكلهم مع بعضهم في اطار ديمقراطية تشاركية تماثلية، معناها الكل مع بعضهم ياخذوا فيها راي صغير والكبير والمرأة والراجل، ويطبق اكثر على الميدان، معناها نشوفوه في استشارات محلية ولا جهوية هذوك الكل يكونوا موجودين.